هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوم. مرحبا يا أطفال، حصتكم مع عمو يزيد تجيكم هذه المرة بحلة جديدة وموضوع مهم جدا، هو موضوع الدخول المدرسي. والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل. إذن يا أطفال، عمو يزيد يقولكم دخول مدرسي موفق والمثابرة يا أطفال. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. نبقى نقول لكم استنونا في الأسبوع المقبل على نفس التوقيت نفس القناة. نحبكم يا أطفال، باي باي، سلام. تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدوا له، هيا نصفق ونغلق.